بدءا بالنسبه لحضرتك ماذا يعني لك الوطن؟ الوطن هو القصيدة الأجمل، هو اللوحة الأحلى، هو العطر الأشذى، هو أجمل ما تختزنه الذاكرة من معاني. الوطن ليس مجرد مكان جغرافي ولا زمن، ربما يختزل الزمن في لحظة، ربما يكون يتجسد الوطن عندك في منظر، ربما تستمع إلى قصيدة فتتذكر الوطن. الوطن كل هذا، وأول أرض مس جلدي ترابه. شوف، أنا أحياناً أذهب إلى جوجل ماب، إلى خرائط جوجل، أتجول في بغداد، أتجول في بيتنا القديم، أتجول في الأعظمية، أتجول في الوزيرية، كلية الآداب، أتجول في مناطق اللي أنا كنت معتاد أن أذهب إليها. بعد أن ابتعدنا عن الوطن لأسباب ليست بمحض إرادتنا إطلاقاً، كان الخيار في الابتعاد عن الوطن ليس خيار حقيقة، وإنما مجبرين عليه. بعدين جبرنا على هذا. الآن في كل مشهد ممكن أن يذكرنا بالوطن ممكن أن نتذكره. بغداد مدينة عظيمة، وبالتالي فيها كثير من الذكريات. تتذكر أسواقها، تتذكر شوارعها، تتذكر بيوتاتها، الأزقة التي كنا نمشي فيها، تتذكر المكتبات التي كنا نذهب إليها، دور السينما، المسارح، منتديات الشعر، تتذكر دجلة حيث يقسمها إلى قسمين، كرخها والرصافة. هذا المشهد الذي خلفنا الآن مشهد يذكرنا بالكرخ والرصافة. هذا واحد من أجمل المشاهد في إسطنبول بالنسبة لي. هذا المشهد يعيدني إلى جولات على ضفاف دجلة، في الأعظمية، في الكرخ القديمة، عند جسر الصغافية. هذه كلها ملامح نستذكرها في بغداد. أحياناً تستذكر جلسة بأكلة، بلوحة، بشجرة. كل هذه المعاني ممكن أن نتذكرك بالوطن. إلى العزيز التحية، إلى العزيز التحية، يسلم عليك قلبي فأنت ساكن في. إلى العزيز تحية. الطرف الراهن يكون شائكاً، يكون عائقاً، حاجزاً أمام حبك، أمام انتمائك، أمام عشقك لوطنك؟ بالعكس، ربما أنت لا تعرف قيمة الأشياء إلا عندما تبتعد عنها، عندما تعيش فيها تمر في طرقات المدينة، أو تتنسم هواءها، أو تنظر إلى مناظرها أيا كانت، ربما لا تحس بقيمتها إلا عندما تبتعد عنها. في الوطن تطحنك التفاصيل الصغيرة، تعيش التفاصيل الصغيرة. في الغربة تعيش ما هو أكبر، وتحس بالشوق أكثر. من صاغ عقلي وقلبي، من كان سقفا لهمي، تحت الرعود العصيه. وكما قلت لك، انت ربما تتذكر الوطن في اكله، ربما تتذكره في قصيده، ربما تتذكره في لوحه، ربما تتذكره في شجره او في منظر. أنا كنت أتجول قبل قليل في هذه الحديقة، وجدت شجرة كنا يعني
نسميها ذات الجدائل، هي الصفصاف. في العراق يسمونها الصفصاف الباكي. والدي رحمه الله اخترع لها اسم سماها ذات الجدائل، كان اسما أكثر شاعرية من البكاء. ذات الجدائل أجمل. كثير من الأشياء كما قلت لك تذكرنا بالوطن، والوطن فيه لمسة الأمان ولمسة الاستقرار، وهذا الأمان والاستقرار هو بالضرورة حاجة من حاجات الإنسان الأساسية. في الغربة مهما كنا في حالة من الهدوء والغنى في الخدمات وفي الأمن الذي يفتقده، الأمن يفتقده أبناء العراق الآن ويفتقدون هذه الخدمات. يعني للأسف الآن تدور مظاهرات حول أبسط الخدمات التي يجب أن توفر للإنسان بلا مظاهرات، بلا مطالب، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الأمن، باقي الخدمات، النقل. رغم توفر هذا هنا، لكن أنت تحس باشتياقك إلى بغداد. بغداد ليست حدثاً ليست مكاناً عابراً في تاريخنا. بغداد هي حاضرة تمتد إلى مئات السنين. بغداد هي دار الحكمة، بغداد المأمون العباسي، بغداد الرشيد. بغداد على مر الزمن كانت منار، يعني هي كانت عاصمة للدولة العربية الإسلامية العباسية الممتدة من أقصى الشرق في حدود الصين إلى أقصى الغرب في حدود الأندلس. وبالتالي بغداد لها قيمة كبيرة. ربما تقرأ كتاباً فتتذكر أنك اشتريته في بغداد، أو اطلعت عليه في بغداد، أو التقيت بمؤلفه في بغداد. ربما تستمع إلى قصيدة فتذكرك ببغداد. من صاغ عقلي وقلبي، من كان سقفاً لهمي تحت الرعود العصيع، أطلب فداك روحي، أطلب فداك روحي، أطلب تدلل علي. أنا لا يكاد يوم يمر دون أن نتذكر القصائد التي تذكرنا بالوطن. المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد يقول: يا عراق هنيئا لمن لا يخونك، هنيئا لمن لا يخونك، هنيئا لمن إذ تكون طعينا يكونك، هنيئا لمن وهو يلفظ آخر أنفاسه تتلاقى عليه جفونك. المال والجاه يفنى، وأنت كنز السنين، تحية حب لصدرك لأولادك الصابرين. يعني تذكرنا هذه القصائد الجميلة التي تتغنى بالوطن. نتذكر ملامح الوطن في كل الفقرات التي نعيشها يوميا، بقصيدة، بأغنية، بقطعة موسيقية. ربما تتذكر وأنت تشرب الشاي في مقاهي بغداد. من عالم وأديب، من معدن حزين، من جميل جدا. يعني إذا رحنا أنا وأنت حاليا نزلنا في بغداد، أول منطقة حتقول لي يا بلال أوقف أريد هاي المنطقة مشتاق لها، أريد أروح لها، الشارع الفلاني، دجلة، يا المناطق اللي مشتاق لها؟ إذا رجعت إلى الوطن، أول ما أروح أعبر على جسر الصرافية من الكرخ إلى الرصافة، وتتذكر بيت الشعر الشهير للشاعر العباسي علي بن الجهم: عيون المها بين الرصافة والجسر. هذه المنطقة جميلة في كرخها والرصافة. في الكرخ العطيفية، في الرصافة الوزيرية، تمتد إلى كلية الآداب، تذهب إلى باب المعظم، تذهب إلى المكتبة المركزية في التابعة لجامعة بغداد.
كنا هناك نقرأ، كنا هناك نتجول، كنا في المناطق الشوارع التي قرب الأكاديمية الفنون الجميلة، كانت هناك صالات للعرض الفني تقام فيها أمسيات شعرية أحياناً، جلسات ثقافية، نتجول هناك. تشتاق لها؟ أشتاق، أشتاق. أقسم الشعب المحاصر، أقسم الشعب المحاصر أن لا يبيع العرين. الوطن لا يوجد بديل عنه. الوطن كما قلت لك ليس مكان جغرافي، الوطن استقرار نفسي، الوطن إحساس عالي بالأمان. أنا لا يكاد يوم يمر دون أن أتذكر ولي وطن آليت أن لا أبيعه وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا. أمرت به شرخ الشباب منعما برفقة قوم أصبحوا ما هنالك، ما هنالك. هو العراق حبيبي، هو العراق حبيبي، وذا للعراق بديل. إلى العزيز تحية، تحية. إحساسك في تلك اللحظة في موقف وأنت تغادر، ما هو هذا الإحساس اللي راودك وأنت تودع بيت، تودع أم، تودع أب، تودع صديق، تودع شجرة؟ أنا للآن أحتفظ بصورة التقطتها في باب بيتي وأنا أغادر، وأحتفظ بملابسي التي غادرت بها بغداد، ما تزال معلقة عندي في الدولاب. وبالتالي نحن لم نغادر بغداد بطرا. العراقيون عموما ليس لديهم تاريخ في الهجرة، هناك أقطار عربية أبنائها لديهم تاريخ في الهجرة، ربما آبائهم هاجروا، ربما أجدادهم هاجروا منذ مطالع القرن العشرين، منذ نهايات القرن التاسع عشر، في سوريا، في لبنان، في مصر، في هناك في فلسطين، هناك أقطار عربية كما قلت لك لديهم تاريخ في الهجرة. العراقيون ليس لديهم تاريخ في الهجرة، العراقيون أكثر تمسكاً بوطنهم، أكثر التصاقاً به، أكثر حنيناً له. العراقيون لهم دورهم، لهم حدائقهم، لهم مصانعهم، لهم ما يشدهم إلى هذه الأرض الغنية. هناك دجلة، هناك الفرات لأهل الفرات، هناك الطقوس، العادات، التقاليد، الطعام، هناك جلسة العائلة الحميمة، كل هذه يعني تجعل العراقي أكثر التصاقاً بوطنه. أنا للآن أحتفظ بصورة التقطتها في باب بيتي وأنا أغادر، وأحتفظ بملابسي التي غادرت بها بغداد. وبالتالي نحن لم نغادر بغداد بطراً. كل لحظة حنين سواء دمعت العيون أم لم تدمع هي لحظة بكاء. البكاء ليس بالدموع العين فقط، البكاء أحياناً نحيب يصدر من الروح، من أعماق الروح، ربما أحياناً حتى لا يسمع لكن في الخارج تسمع روحك. أنا قلت لك أن هناك أشياء كثيرة تذكرك بالوطن، في كل لحظات الذكرى الجدية والتفصيلية والعميقة تحس بالبكاء.
أحيانا هذا البكاء الذي يملأ الروح ويملأ القلب يخرج من الجسد بطريقة العيون بالدمع، ولكن أحيانا أنت تعبر عنه بوسائل كثيرة، ربما تكتب شيئا من الخواطر، ربما تكتب قصيدة، ربما تستمع إلى أغنية، إلى تقرأ شيئا عن بغداد. أنا لماذا أركز على بغداد؟ بغداد هي حاضرة العراق وهي حاضرة الأمة. بغداد كانت سدا وسندا لكل الأمة، كانت سدا يمنع عنها كل السوء الذي يمكن أن يأتي إليها إلى هذه الأمة من الشرق، وكانت سندا يسند كل حالة ضعف في أقصى المشرق العربي، في أقصى المغرب العربي وفي أدنى المشرق. من هنا قيمة بغداد. نحن عندما نسافر ويعرف بعض الأصدقاء أننا الذين نلتقيهم في بعض الدول العربية أننا من بغداد، وقد يصادف أنهم درسوا في بغداد، وبالتالي نعود فنستذكر هذه الذكريات، هم درسوا في جامعات عراقية في بغداد أو في غيرها، نحن درسنا في هذه الجامعات، مررنا في ذات الشوارع نستذكر، جلسنا في هذا المقهى نستذكر مقهى، قرأنا في كتب في مكتبات عامة من التي كانت تملأ بغداد ومدن أخرى. الآن هذا كل المواطن العراقي يفتقده، الأجيال الجديدة لا تعرفها أصلاً. الأجيال التي نمت خلال السنوات 15 الماضية لم تجد ملمحاً ثقافياً، ولم تجد مهرجاناً شعرياً حقيقياً، ولم تقرأ نصوصاً حقيقية لمبدعين عراقيين في الداخل، ولم تجد حياة غنية كالتي عشناها نحن في سنواتنا التي عشنا فيها في الوطن. يعني نحن لم نغادر الوطن بطراً كما قلت لك، ولذلك البكاء دائم، بكاء الروح وبكاء العيون، والحنين دائم، الحنين دائم. حنين دائم دائم للوطن. وانت في الغربة تشتكي للوطن همك؟ تناجيه عبر هذه المسافات البعيدة؟ يا وطني لماذا أنا هذا حالي وأنا المحب وأنا المخلص لك؟ هذا يحصل طبعا، ولكن أنا أفهم أن ما يعيش العراق من ظرف بسبب الاحتلال هو ظرف زائل. أنا أربي نفسي وأربي أولادي وأنشر في مجتمعي، أنا صحفي فأنشر في الرأي العام الذي أؤثر فيه في المساحة التي أؤثر فيها أنشر، وبين أصدقائي أنشر التمسك بالوطن، العودة إلى الوطن، القيم العالية. الوطن، هناك من يقول أن الوطن مات، هذه كذبة كبرى وجريمة كبرى. الوطن لن يموت، الوطن يمر بأزمة شديدة جدا نعم، لكن أنا أعتقد أن الوطن سيتعافى. أول ما يجب أن يتعافى منه هذه الفتنة الطائفية التي أوجدها الاحتلال. إذا تخلصنا منها وتخلص أبناء العراق منها وعادوا من جديد يعيشون في جو من العيش المشترك، ولا أقول التعايش لأن التعايش لا يكون بين اليد اليمنى واليد اليسرى، هذا عيش مشترك، التعايش بين جسم غريب مع الجسم، تزرع الكلية فتتعايش أو لا، لكن العيش لا تقول العيش التعايش المشترك بين اليد اليمنى واليسرى، بل تقول العيش المشترك. لذلك أبناء العراق درسوا معا، تصاهروا، تاجروا، سافروا، أقاموا صداقات، تجاوروا في السكن، وبعيدا عن هذه الفتنة الطائفية التي أوجدها الاحتلال. كل ما يعمق إيمان العراقيين بوطنهم، بمستقبلهم، بماضيهم، يجب أن نزرعه في نفوس أبنائنا وفي نفوس كل من نؤثر فيهم.
نحن إذا كنا نعمل في الإعلام فبالتأكيد مساحة التأثير لنا أوسع، وهذا يفرض علينا قدر كبير من الجهد لترسيخ هذه المعاني، لأن هناك أيضا جهد لا يجب أن لا ننسى، وهو الجهد المغاير المناقض المضاد الذي يعمل على إزالة هذه الذكريات الجميلة من الذاكرة، إزالة معاني الوطن من هناك من ينظر إلى الوطن على أنه حدود جغرافية بحتة. إذا اقتلعت الإنسان من ذاكرته، من تاريخه، من كل اللمحات التي كونت حياته، كيف له أن يعيش؟ هناك من يقول أن الوطن مات، هذه كذبة كبرى وجريمة كبرى، الوطن لن يموت. إذا اقتلعت الإنسان من ذاكرته، من تاريخه، من كل اللمحات التي كونت حياته، كيف له أن يعيش؟ يعني أليس هذا هو العراق الذي نحن نشأنا فيه وتربينا فيه وتعلمنا فيه وأكلنا من خيراته ودافعنا عنه وبنيناه على مر الأزمان؟ كل هذه تفرض علينا حب الوطن والدفاع عنه والالتزام بمصالحه والدفاع عنها إلى أقصى حد ممكن وما بعده. في الأزمات، ونحن الآن في أزمة كبيرة جدا وفي هاوية كبيرة جدا، لا يوجد مرض ولا يوجد عذر ولا يوجد تعب، المهم أن يبقى الإنسان صامدا على هذه القيم العالية، لأن اللقطة الأخيرة هي التي ستبقى في تاريخ البشرية، في تاريخ العراق اللقطة الأخيرة، الصمود الأخير هي التي ستبقى. هو العراق حبيبي وهل العراق بديل إلى العزيز تحية سؤالي الأخير ومعذرة مسبقا إذا كان استفزازيا نوعا ما، بصراحة عندك وطن؟ عندي وطن عندي وطن أعيشه دائما، أتنسم عطره دائما، أقرأ عنه دائما، أتطلع إليه دائما، قد أكون بعيد جغرافيا عنه نعم، ولكن عندي وطن. العراق بديل إلى العزيز تحيه.